هذه الأقدام كانت تسير بخطوات أسرع قبل أن تعبر الحدود إلى تركيا. لحظات استرجاع للأنفاس بعيداً شيئاً ما عن الحرب الدائرة في الداخل، لكن هموم الداخل ترافقهم حيثما حلوا وارتحلوا. تهديدة الرئيس الأمريكي بالرد على الاستخدام المحتمل للسلاح الكيماوي في غوطة دمشق أثار ردود فعل متقاربة. والله نحن طلعنا خايفين من الضربة، خايفين ما من أمريكان، خايفين من بشار الأسد ما يضرب كيماوي ينتقم من ضربة الأمريكان. نتمنى الضربة يعني مستعجلة، بما أنه هو مستعجل على دمار سوريا، فلذلك تجي من العدو أهون ما تجي من الحاكم الظالم. الطيران وبشار وأمريكا يضربونا، ضربنا بشار الساد تضربنا أمريكا. وفي هذه الأثناء لم تجد هذه الأسرة السورية الهاربة من بلادها سوى ظل الشجر سكنا لها والرمل لتنظيف أوانها، وكل ذلك في انتظار الانتصار على المجهول. قد يكون حال هذه الأسرة السورية اللاجئة وهي تواجه المجهول أفضل بكثير ممن بقوا هناك داخل سوريا، وإن كان الجميع يشترك في الخوف من الضربة الغربية المتوقعة وردود الفعل النظامية عليها. عبد الرحيم الفارسي، سكاي نيوز عربية، من معبر كلس السلامة على الحدود التركية السورية.